هذه الحدود يكون الإسرائيلي والإيراني التزما بخطوط حمراء حتى الآن لكي لا يذهب باتجاه توسيع الحرب في المنطقة. سنشهد عمليات أكثر في المرحلة القليلة المقبلة، كان ضد حزب الله في لبنان وربما أعمق من بعض مناطق الجنوب، وأيضا في مناطق مختلفة من سوريا. بالنسبة لهم أنه نحن يجب أن نتعاون مع إسرائيل لكي تربح إسرائيل الحرب، لأنه يجب أن يقوم الهيكل لكي يعود السيد المسيح. يعني بلا السعودية وبلا إيران ما في طريق حريب. يعني أنا رح أحكيها مثل ما هي، بعض الدائرين بالفلك الإيراني أو حلفاء إيران بيفكروا أنه إيران بتفكر مثله. إيراني يعرف تماما أنه أي ضرب مباشر منه لأي دولة عربية مباشر معناتها في قطيعة من كل الدول العربية معه. هل برأيك بالصدفة أنه بيروح هوكشتاين من بيروت على أمريكا وبعدين بيروح على إسرائيل؟ هو أنه الدول الكبرى عمليا تؤمن غطاء لتسوية داخلية تمتد في المنطقة من حدود الجولان مرورا بفلسطين وصولا إلى لبنان. حزب الله في كتير قرارات هو يتخذها وإيران توافق عليه وليس العكس. مرات حزب الله يتخذ قرارات الموضوع السوري لموضوع اليمن، جت إسرائيل قالت نحن أوكي رح ننسحب من مزارع شبعة ونحن بنعمل تسوية برية مثل ما عملنا التسوية البحرية، بيصير مبرر وجود السلاح هو عبء إنه بكرة الأمريكي لما بيجي بده يعمل تسوية كبرى بيجي بيعملها مع سمير جعجع ولا بيعملها مع حزب الله؟ مع الأقوى. أنا برأيي حيعملها مع حزب الله. حين جئنا مع الرئيس جاك شيراك بال 1996 لما جاء وزار سوريا وآخر همه كان وقتها الرئيس جاك شيراك أنه المسيحيين شو بيصير فيهم. الجزائر الآن واحدة من المشاريع الرئيسة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هي مساعدة لبنان. الأستاذ سامي كليب الصحافي، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان أون. أهلا فيك، شكرا على الاستضافة. البداية من حيث الاهتمام اليوم من موضوع الرد الإسرائيلي على إيران أو شكل هيدا الرد. نعم. تبعت اليوم الأخبار، كيف بتشوفوا هيدا الرد؟ يعني أعتقد حتى الآن المعلومات غير متوفرة بشكل كبير. كل ما ورد حتى هذه اللحظة أنه فعلا صار في ضربة بأصفهان، في معلومات متناقضة، البعض يقول أنه هي أصابت مفاعل نووي يصنع الكعكة الصفراء في أصفهان، وقد يكون هناك قاعدة أيضا إما جوية أو قاعدة للصواريخ. الإيراني يقول حتى هذه اللحظة، يعني لا أدري حتى الغد ما هي المعلومات التي ستظهر، إنه هذه المسيرات انطلقت من الداخل، وإذا كانت انطلقت من الداخل يعني سيكونون عملاء يعملون لإسرائيل يخترقون الساحة الإيرانية. لا ندري حجم الأضرار إذا كان كبيرا أو صغيرا حتى الآن. بالجانب الإسرائيلي يعني آخر معلومات أصدرتها الجيروزاليم بوست اليوم تقول إنه لا، هو لم يكن من الداخل وإنما كان عبر صواريخ أطلقتها الطائرات من الخارج، ما يعني إنه المعلومات ستبقى متناقضة كما معلومات الضربة الإيرانية على الداخل الإسرائيلي. الكان غريب ولافت اليوم هي السخرية داخل إسرائيل من هذه الضربة، إنه مثلا بن كفير اللي هو أحد الوزراء المتطرفين جدا اعتبرها مسخرة. بعض الصور التي بدأت تظهر عند الإسرائيليين أنه كرسي مكسرة، كما كان يعني عم يحصل مع الإيراني حين ضرب بلحظة معينة الجانب المعترض على إيران. فأنا أعتقد أنه بهكذا ضربات لا يمكن أن نعرف الحجم الحقيقي إلا بعد أيام. الذي يمكن أن نعرفه إذا كانت هذه حدود الضربة، يعني الإسرائيلي التزم بما طلب منه الأمريكي أن تكون الضربة لا تؤدي إلى فتح حرب وقد لا تؤدي إلى رد إيراني وبنفس الوقت تقبل بها الولايات المتحدة الأمريكية. بهذه الحدود يكون الإسرائيلي والإيراني التزما بخطوط حمراء حتى الآن لكي لا يذهب باتجاه توسيع الحرب في المنطقة. لكن كما قلت لك مطلوبة. إيه، لكن كما قلت لك مرايا حتى الآن إسرائيل رسمية لم تعترف بالقيام بهذه العملية، ولذلك من الصعب تحليل الوضع الآن بهذه اللحظة. أنا كل ما أعرفه واللي كنت عارفه واللي قلته على قناة الجديد ربما قبل يومين إنه الضربة ستكون حتما داخل إيران وليس في الخارج، وأنها لن تؤدي إلى فتح حرب كبرى ولن تؤدي إلى غضب أمريكي من إسرائيل. طيب إذا اعتبرنا أنه المعلومات صحت فيما خاص أنه الضربة أتت من الداخل، هذا مؤشر مهم بالنسبة للإيرانيين نفسهم، كيف تقرأوا؟ إيه أكيد، يعني الإيرانيين ليست المرة الأولى التي يكتشفون فيها أنه في اختراقات إسرائيلية بالداخل الإيراني،
ربما في أكبر مما يحكى أصلا. حصلت اغتيالات، حصلت هجمات بالآونة الأخيرة من الداخل الإيراني، وحسب التصريحات الرسمية إذا بدك والتقارير الرسمية الإيرانية التي كانت تعلن علنا، كانوا يقولون هؤلاء عملاء لإسرائيل. فهذا بيكون من جانب خطير على إيران لأنه في اختراق في الداخل الجدي، من جانب الآخر هذا يوفر إذا بدك من 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 التفاعلات للضربة. لماذا؟ لأنه لم تخترق بتكون إسرائيل الحدود العربية اللي كانت إيران تقول إنه نحن لن نسمح. الأمر الثاني لا تكون قد ردت بصواريخ عابرة لكل هذه المناطق، لأنه نحن بنعرف إنه أصفهان تبعد عن طهران تقريبا 440 كيلومتر، وهذه الضربة حصلت في شرق أصفهان. إذا كانت الصواريخ انطلقت من طائرات إسرائيلية، طيب أي أجواء عبرت؟ فهذا يوفر إذا كان من الداخل من جهة، ومن جهة ثانية هو محرج أيضا أنه الضربة في الداخل. خلينا نحكي مراي بالرسالة السياسية. نعم. يعني أنا برأيي هنا خرجنا من المنطق العسكري إلى رسائل سياسية بين إيران وبين إسرائيل. هذه حدود الضربات لا تؤدي إلى حرب واسعة، يعني لن يستطيع أي طرف، لا الإسرائيلي يستطيع أن يفتح حربا واسعة بلا رضا أمريكي، ولا الإيراني يريد أن يوسع الحرب لعدة أسباب وبينها الرغبة الفعلية بالاستمرار بالتفاوض مع الأمريكي بطبيعة الحال. ولكن اليوم البعض يتحدث عن دور أذربيجاني، تتوقع أن يكون فيه هيك دور بالضربة اللي حصلت بالتحديد؟ أمس كان في دبلوماسيان فرنسيان تحدثا إلى زميلنا الأستاذ جورج مال برونو، وقال له حرفيا ربما يكون الرد من طائرات أو من صواريخ أو من مسيرات تنطلق من أذربيجان لعدة أسباب. أول شيء العلاقة العضوية اللي صارت القوية بين إسرائيل وأذربيجان. ثاني شيء ما ننسى أنه بإيران في وبأذربيجان العرق الآذري كمان له تأثير. والأمر الثالث أنه هذا يوفر أيضا على الدول العربية الرافضة أن تنطلق طائرات أو الصواريخ أو المسيرات الإسرائيلية من فوقها. هلأ ليش الترجيح أكثر كان أنه المسيرات من الداخل؟ لأنه نوعية المسيرات هي الصغيرة والتي لا تقطع مسافات طويلة كالمسيرات الإيرانية. فأذربيجان واحدة من الاحتمالات اللي كانت مطروحة. الأهداف التي استهدفت أيضا بتوضح لك أنه حدود الضربة، لأنه الإيراني حين رد على قاعدة التي انطلقت منها الصواريخ، وقاعدة عسكرية وقاعدة الطيران. الإسرائيلي رد أيضا بنفس الأسلوب تقريبا. اليوم الأضرار الإيرانية لا نعرف حجمها حتى الآن، لأنه المصدر الوحيد للأخبار كان من إسرائيل أو من دول أطلسية. من الصعب أن نعرف إلا إذا كان الإسرائيلي صور ما هو حجم الأضرار الفعلي الذي حصل في إيران. قد يكون محدودا كما قيل حتى الآن، وقد يكون أكبر. طيب ردة الفعل الإسرائيلية بعد هيدا الرد، إذا اعتبرنا أنه هيدا الرد الأخير بسلسلة هذه الردود العسكرية عم نحكي، هل يتجه إلى داخل غزة اليوم الحشد للدخول إلى رفح؟ هل تنعكس هذه الأمور سوءا على الوضع الفلسطيني بالضبط؟ شوفي مدام ميراي، في الآن نحن أمام المسألتين. المسألة الأولى أنه الإسرائيلي أصيب بضربة وجودية بسبعة أكتوبر، لأنه الذي حصل باختراق الحدود بالعملية التي قامت بها الفصائل لم تكن منتظرة، حتى ولو أنه في معلومات تقول أنه صار حصل تسريبات قبلها وتحذيرات للجانب الإسرائيلي. الإسرائيلي بحاجة لانتصار على الأقل معنوي في مكان معين، حتى لو أنه دمر غزة وطرد جزء كبير من شعبه وقتل وجرح أكثر من 100,000، يعني في كوارث على الأرض، ولكن بالمعنى المعنوي للمعركة العسكرية استراتيجيا حتى الآن حماس ما زالت تعمل على الأرض ولم يستطع أن يطلق سراح أي أسير، ما يعني أنه هو بحاجة لإنجاز أكبر في الداخل وفي الخارج. أنا برأيي هو سيستمر في معركته في الداخل ولن يتردد، حتى إذا كان في ضوء أخضر بشكل أو بآخر بالتقدم صوب رفح. وأيضا هو سيوسع قاعدة الضربات في الخارج، يعني نحكي كان عن الساحة السورية واللبنانية، بسوريا وبلبنان. اليوم ما كان بالصدفة أنه كمان الضربة التي حصلت على إيران تزامنت مع ضربة أخرى في الجنوب السوري اللي هو يعتبر جبهة التماس الفعلية بين سوريا وإسرائيل. الجنوب السوري يعني عم نحكي عن منطقة الجولان وكل المنطقة الجنوبية، هيدي بالنسبة للإسرائيلي كان خط أحمر ألا يتقدم باتجاهها الإيراني أو فصائل مقاومة لبنانية بقيادة حزب الله إلى هناك. أنا برأيي
سنشهد عمليات أكثر في المرحلة القليلة المقبلة، إن كان ضد حزب الله في لبنان وربما أعمق من بعض مناطق الجنوب، وأيضا في مناطق مختلفة من سوريا. أنا برأيي إسرائيل ستكثف ضربات وعدوان نوعي على مقار أساسية لإيران وحزب الله في الخارج. رح نرجع نحكي عن قوى البروكسي أو أذرع إيران، ولكن لنرجع إلى الداخل، إلى فلسطين المحتلة، إلى غزة. شو سقف هذه العمليات الإسرائيلية؟ يعني امبارحة بالأمس كان عم يحكي وزير خارجية تركي عن استعداد حماس إلى أن تتحول إلى حزب غير مسلح، عم نسمع عن حديث عن ما قبل 2005 عن إعادة حكم لإسرائيل داخل فلسطين. شو بتشوف سقف هذه التطورات بالأخير؟ لكن الأمر جدا معقد ومرتبك بين بعضه البعض. يعني عندك من جهة الإسرائيلي الحاكم حاليا اللي هو نتنياهو، وإلى جانبه بن كفير وسموتريتش وغيرهم، هؤلاء يتحركون ليس فقط بدواعي سياسية وجغرافية وأمنية، في دواعي دينية أيضا. بالنسبة لهم أنه نحن هذه معركة قد تكون من آخر معارك إسرائيل. وكان لافت أنه أهود باراك اللي هو كان رئيس وزراء بإسرائيل، مش إنسان عادي، وكان ضابط كبير ومقاتل على الأرض، هو قال أنه يجب أن ننتبه لأنه حول نتنياهو من يدفعه إلى مزيد من التهور، هن متطرفون يعتقدون بعودة المسيح على الطريقة الإسرائيلية. في الآن مجموعة، وهي خطيرة وما حدا بيحكي عنها، اللي بيسموهم بالولايات المتحدة الأمريكية، البعض بيسموهم الإنجليون الجدد أو الإنجليون الصهاينة وما إلى ذلك. هؤلاء يربو عددهم على 100 مليون. بالنسبة لهم أنه نحن يجب أن نتعاون مع إسرائيل لكي تربح إسرائيل الحرب، لأنه يجب أن يقوم الهيكل لكي يعود السيد المسيح. في نظرية قائمة، في جزء أساسي الآن من العمل السياسي الإسرائيلي والعسكري داخل الجيش الإسرائيلي يبني على هذه النظرية. إذن في عندك البعد الإيديولوجي والبعد الديني. عندك البعد الآخر أنه تاريخيا إسرائيل تعتبر أو الشعب يعتبر أنه نحن بأمان لأنه الجيش الإسرائيلي يحمي الشعب. تبين في الجبهة الشمالية وعند خطوط غزة أنه الجيش لم يستطع أن يحمي الشعب، فصار بدك إعادة إنتاج إسرائيل جديدة بمشروع جديد. هون صرنا عم نشوف الضغوط الخارجية، مثلا ضغوط الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، ضغوط دول غربية جدية، عم نحكي عن رأي عام أنه لا يمكن أن تستمر إسرائيل بالتطرف الذي هي فيه، لا بالسياسي ولا بالعسكر ولا بالمستوطنات، ويجب إقامة دولة فلسطينية. لذلك البحث الآن هو بعد هذه الحرب، ما في حرب تستمر مدى العمر، في حرب ستنتهي بلحظة معينة، ما هو الشكل الجديد لإسرائيل واحد، وما هو الشكل الجديد لفلسطين المقبلة؟ يعني بده يكون ساذج من يعتقد أنه بعد كل هذه الحرب ستعود حماس وتمسك غزة من أول وجديد لوحدها. بدك تنجي قيادة فلسطينية جديدة، سيكون للمجتمع الدولي دور فيها، سيكون للعرب دور فيها، ستكون حماس حاضرة بشكل أو بآخر فيها، ولكن ليست لها الأولوية، ستكون هي جزء من شراكة جديدة. ليش؟ لأنه هلأ إذا بدك تحكي بإعادة أعمار غزة، نحن عم نحكي بمليارات الدولارات طبعاً. في البعض عم بيحكي الآن فقط الآن ب50 مليار دولار. من أين ستأتي هذه المليارات؟ ستأتي من دول عربية، يعني عم تحكي من دول الخليج وغيرها، هذه سيكون لها دور، وهذه الدول لن تقبل بإعادة إنتاج إخوان مسلمين جدد بعد كل اللي حصل. إذن ليش معقد الأمر؟ وهون مشان ما نحكي يعني بالمع والضد، معقد الأمر لأنك الآن أنت أمام إنتاج فلسطين جديدة وإنتاج إسرائيل جديدة. من سيفعل ذلك؟ يعني كمان ساذج من يعتقد أنه نتنياهو سيستمر في الحكم بالطريقة التي يستمر فيها. نتنياهو سينتهي، التطرف الديني بإسرائيل صار غير مقبول غربيا، إذن يجب إقامة مشروع جديد داخل إسرائيل، والفلسطيني بشكله الحالي كمان المرتبك والمفكك، ولكن اللي صار عنده إذا بدك نوع من الأمل أكثر أنه إحنا فينا نربح على إسرائيل، على الأقل القضية رجعت عايشة بمحل معين. إيه، ولكن أهل القضية أيضا بعضهم مختلفين عليها. يعني أنا مبارح بسمع أحد السفراء الفلسطينيين من السلطة الفلسطينية اللي كان هو مسؤول اللجان الأمنية مع إسرائيل، بيعتبر حماس أنه هي ارتكبت جريمة بحق الشعب الفلسطيني. إذا أنت بحاجة لدور عربي أكبر، وهون
منروح للمشكلة الأساس، أنه اليوم نحن منقسمين في الوطن العربي بين محورين، عندك محور يقول أنه إيران مهما فعلت على حق، ومحور آخر يقول لا، حماس وإيران عم يخطئوا باللي عم يعملوه. طيب رح نرجع لموضوع الدول العربية، لا ولكن ما هو من شان إنتاج فلسطين، ولكن شئنا أم أبينا ميراي، العرب سيكون لهم دور أساسي بالمشروع المقبل في فلسطين بطبيعة الحال، بحكم الحاجة إلى التمويل، بحكم الدور السياسي أيضا طبعاً. ولكن بالأمس كان في فيتو أمريكي على عضوية كاملة لفلسطين بمجلس الأمن، هيدا مؤشر لأنه اليوم كان في مسعى سعودي لإقامة حل الدولتين من أجل التطبيع، كان في ضغط من الدول العربية بمحل معين، الاعتراف بالعضوية الكاملة يعني كمقدمة لحل الدولتين. ليش الأمريكي بالأمس وضع فيتو برأيك؟ ما بيقدر هلأ الأمريكي، رغم نحن كلنا شجبنا ورفضنا لهذه المسألة، لأنه بالنهاية هي دولة يجب أن تقوم، يعني عندك شعب يباد، وعلى الأقل أعطوا دولة، يعني هذا أقل ما يمكن لشعب في العالم، وكان عنده دولة وأخذتوها منه. بس الأمريكي لا يستطيع الآن بعد كل ما النكسات التي أصيبت فيها إسرائيل أن يضيف نكسة جديدة ويقول أنا كمان اعترفت بالدولة الفلسطينية، وكأنه كانت حماس على حق فيما قامت به. يعني بهذا المعنى هي واحد. الأمر الثاني عندك المسألة الانتخابية الداخلية، صح أنه اللبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية الآن في جزء منه غاضب على نتنياهو، بس مش غاضب على إسرائيل. يعني إذا بتروحي بتعملي آخر استطلاع حصل أنه في عندك 35% يعتبرون أنه بايدن لم يكن حازما حيال إسرائيل في التعاطي مع إسرائيل، والباقون كانوا إما اعتبروا حازم أو ما كان لهم رأي نهائيا. بس عندك أنت ذاهبة إلى انتخابات أمريكية مقبلة قريبة جدا، الأيباك واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية له وزن. إذا بيروح اتجاه بايدن الرئيسي الآن أنه نحن رح نقبل بعضوية كاملة لفلسطين تحت ضغوط اللي حاصلة، يعتبر كأنه هو سلم بفوز الفصائل الفلسطينية المسلحة ضد إسرائيل، لكن ليس هذا شكل أو جزء من المسعى الأمريكي من أجل التطبيع؟ يعني هي هو هذا الجائزة الكبرى اللي بينتظرها اليوم بايدن بالانتخابات، بأنه شو؟ يقيم التطبيع، والتطبيع عنده شرط واضح صح؟ ما في، شوفي التطبيع توقف الآن لحتى شعر آخر، يعني مثلاً الدولة الخليجية الأكبر هي المملكة العربية السعودية حطت شرط واضح، انطلق الشرط من القمة العربية في بيروت 2002، والشرط الذي أضيف واللي عم بيكرره السعوديون تقريبا كل يوم أنه نحن لن نقبل بالتطبيع إلا إذا قامت دولة فلسطينية وأعطي الفلسطينيون حقوقهم عمليا. طيب أنت كمان يعني صارت كتير صعبة على دولة مثل السعودية اللي هي تعتبر موئل أو الساحة الأكبر العربية الأكبر لكل المسلمين في العالم، أنه تروح تطبع بالوضع الذي حصل حاليا بدون أن يكون هناك للفلسطيني أي ثمن أخذه الفلسطيني بمسألة التطبيع. ما في رفض خلينا نقول بالمبدأ للتطبيع، لأنه صار في علاقات وصار في تواصل في زيارات، بس المسألة أنه بعد اللي حصل بغزة أنا ما بتخيل السعودي بلا أن يحصل على ثمن للفلسطيني أن يطبع. الآن بالأمس كان في تسريبات حول القبول بمجرد فكرة الاعتراف الإسرائيلي العلني بقبول فكرة البحث بدولة فلسطينية، يعني في شروط عم تتراجع مقابل ضمانات أمنية للسعودية، ضمانات دفاعية، اتفاقيات دفاعية على غرار الناتو وغيره. السعودي رفع إذا بدك تسرب شو هي الضمانات التي طلبها، أنه هو بده برنامج نووي، نعم. بده حماية. نحن شفنا قبل سنوات قليلة ميراي أنه حين انضربت أرامكو من قبل الحوثيين الأمريكي وقف على الحياد، لم يفعل شيئا. بعد تاريخ عم تحكي بمئة عام من التعاون بين البلدين، بعد علاقات استراتيجية، بعد بيع أكبر كميات من الأسلحة للسعودية، وهذا أدى إلى غضب سعودي جدي عمليا. الأمر الثاني أنه ما ننسى أنه الصين والسعودية الآن قطعتا شوطا بعيدا في التقارب بينهما والعلاقات البينية. شو اللي حصل؟ يعني نحن عم نشوف اليوم السعودية الشريك الأول للصين في المنطقة، عندك 100 مليار من التبادل التجاري بين الجانبين، يضاف إلى ذلك الإمارات اللي هي جارة السعودية. هذا واحد. الأمر الثاني قبل غزة إذا منتذكر لما ذهب بايدن وذهب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اللي هو فعليا هو الحاكم الفعلي للسعودية الآن، ذهبا إلى الهند. صحيح. وأطلق الرئيس بايدن مشروع الخط الذي سيكون موازيا للخط الصيني،
هونيك كان بدأ تقارب بوجهة نظر أخرى، وكان بايدن خلينا نقول الأمور كما هي عاد وتنازل للسعودي، لأنه هو لما إجا بحملته الانتخابية صحيح. وصل للرئاسة كان يقول أنا سأحاسب السعودية وسأحاكم السعودية، وبدأ أطلق عليها كل اتهامات وحصلت قضية الخاشقجي، جمال نعم. الخاشقجي. الآن رجع بعد ما صارت حرب أوكرانيا، قدم المزيد من التنازلات وفهم أنه السعودي إذا عند هو والروسي بداخل أوبك بيعملوا مشكلة نفطية كبرى وحصلت، والأمر الثاني إذا السعودي الآن علاقته مع الروسي وعلاقته مع الصيني، بالرغم أنه السعودي كمان استقبل زيلينسكي يعني عمل توازن دولي، السعودي صار قادر، وهو ما قاله محمد بن سلمان بلحظة معينة إذا بتتذكري البلومبرغ، أنه نحن عنا بدائل. فالآن العلاقة مع الأمريكي بعدنا نحن بننظر لها خصوصا في منطقتنا في الشرق وكأنه بعدها هي علاقة القديمة التي في أحادية قطبية في العالم، هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول السعودية فعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. هلأ نحن أمام توازن دولي كبير، وأنا برأيي السعودية وإلى درجة كبيرة الإمارات سبقت دول مثل لبنان وغيرها بالتوازن الدولي. نحن لبنان بعدنا لحد الآن بس رغم أنه في علاقات كبرى مع الصين، بس تقول الصين بيخافوا صحيح. بينما السعودية لا، قطعت شوط كتير كبير. ما عاد الآن السعودي يعني لما إجا ترامب على السعودية قبل فترة، واسمحي لي يمكن طولت بالجواب، لما إجا ترامب على السعودية بعصته وعمل اتفاقات الإبراهيمية وجاء مهددا ومتوعدا، حين ذهب إلى السعودية حصل على عقد مالي كتير كبير، ونتذكر نحن صفقة تجارية كتير كبيرة، ورغم ذلك رغم كل الضغوط تقدمت السعودية خطوة بالإعلان أنه نحن راح نروح لاتفاقات، ولكن لم تذهب إلى الاتفاقات لأنه كان عندها شروط. لو لم تحصل حرب غزة كنا رايحين باتجاه أنه الدفع الأمريكي لدول المنطقة أنه خلينا نوقع عمليات سلام بلا فلسطين. السعودي على حد علمي على الأقل بالمعلن لم يقل مرة واحدة نحن سنقبل بالتطبيع ونتخلى عن الموضوع الفلسطيني. ولكنك طرحت بهذه المقاربة موضوع خط التجارة من الهند إلى الإمارات والسعودية الأردن صح. وإسرائيل. هذا الخط بطبيعة الحال طبعاً. هذا الخط بطبيعة الحال هو مصلحة سعودية. أكيد. هل تبدي السعودية المصلحة الفلسطينية على مصلحتها التجارية وهي اليوم مشروع اقتصادي داخلي كتير كبير بحاجة إلى أموال لتطبيق الرؤية وإلى ما هنالك؟ أكيد سؤالك مهم جداً، بس خلينا نروح باتجاه تاني مراي. اليوم العالم منقسم بالموضوع الفلسطيني، يعني إذا عندك تشدد أمريكي لأسباب عديدة تاريخية وإيديولوجية وفكرية، ما ننسى نحن أنه كمان فكرة المشروع الصهيوني الأساسي ولدت عند البروتستانت الأمريكان والبريطانيين حتى قبل ما تولد عند المشروع الصهيوني الأساسي ولد عند هونيك. ففي عندك تاريخ من الموروث، إذا منراجع كل تصريحات الرؤساء الأمريكان والبريطانيين بنشوف أنه الموضوع إقامة دولة لإسرائيل في هذه المنطقة بخلفية دينية، شو الأسباب الدينية اللي كانوا بيحكوها استمرت ويمكن تخفى شوي لسبب الديني فيما بعد. بس عندك دول أخرى من العالم اللي هي أكثر من نصف العالم، أكثر من نصف العالم، تلتين العالم مش هيك مشروعهم. يعني إذا بتاخدي الصين وبتاخدي روسيا، من أول إطلاق أول نار بسبعة أكتوبر كان تصران أنه يجب أن تقوم الدولة الفلسطينية وهذا هو الحل الوحيد لفلسطين، أن تقوم دولة فلسطينية. إذا بتاخذ الاتحاد الأوروبي، شيري الألمان اللي عندهم عقدة التاريخ حيال النازية واللي هن ربما تطرفوا أكثر من غيرهم بفعل هذه العقدة مؤخرا، بس بالعمق الاتحاد الأوروبي مع قيام دولة فلسطينية، وبالعمق الاتحاد الأوروبي ما قبل أنه نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس السفارة الأمريكية. إذا عندك توازن دولي يضاف إلى الدول العربية اللي شئنا أم أبينا حتى الدول التي طبعت لا تستطيع أن تقول أنه نحن مصالحنا التجارية تتقدم على المصالح الاقتصادية. خذي مصر، مصر مطبعة من 78 على اتفاق كامب ديفيد، المفترض كان أنه الإسرائيليين بيدخلوا بيطلعوا على مصر بشكل عادي. لحد اليوم ميراي ما بعرف إذا بتعرفي مصر منيح، إذا بتروحي الإسرائيلي لا يستطيع يسير في شارع بمصر. إذا عضو نقابة في مصر مهنية اتصل بنقابة إسرائيلية يطرد من نقابته. السفير الإسرائيلي لا يستطيع أن يخرج من سفارته ليشتري كيلو خضرة من عندهم. يعني ظل التطبيع مضبوط بكثير. هلأ بتقولي لي ومعك حق بالسؤال،
انه طيب السعودي رايح لمشروع نيوم الكبير، رايح لمشروع من التكنولوجيا العاليه، الاماراتي عنده 70 مرفأ بالعالم، لا يستطيع تصنيع هذه الدول الا ان تتعاون مع الاسرائيلي. هن ما عم بيقولوا نحن لا نريد ان نقيم مشاريع تجاريه ونتعاون، بس عندهم بدائل، خصوصا السعوديه الان بما انها رمز اساسي للمسلمين بشكل عام بالعالم، انه نحن هاي المشاريع التجاريه لا يمكن أن تستمر إذا ظلت مستمرة مشكلة الشرق الأوسط اللي هي القضية الفلسطينية. إذا نحن مستعدين للمشاريع التجارية التعاونية، ولكن إلى جانبها يجب أن نحل القضية الفلسطينية، لأنه أنت كمان حلوا المشكلة مع إيران. يعني إيران صحيح. كانت بالنسبة للسعودي، وخلينا نكون واقعيين، كانت بالنسبة للسعودي أخطر من إسرائيل. هيك كان يشوفها. الإمارات كانت علاقتها قوية بإيران ولم تنقطع أبداً. السعودي ذهب إلى الصين هو والإيراني وعقد اتفاقا، عمل خرق كتير كبير. يعني بعد خرق الاتفاقات التجارية البينية مع الصين، كمان قبل أنه الصين أن تكون عراب التفاهم الصيني السعودي، بتقولي لي مصالحه، بقولك إيه، بس كمان مصالحه بطريق الحرير كبرى. يعني بلا السعودية وبلا إيران ما في طريق حرير عمليا. فهو السعودي أشطر منا حتى بكتير، أنه عمل توازن دولي الصيني يريده والأمريكي يريده. هو ولا قال ولا مرة أنا صرت خصم مع الأمريكي. هو عم يقول له للأمريكي تعا بدك تعاون معنا، تعاون كشريك، لا تعاملنا كتابع لك، وعندنا بدائل أخرى. وقالوا صاروا مكررين 20 مرة، وأنا برأيي بالذي تنازل بين الاثنين هو الأمريكي مش السعودي. نعم. بما أنه ذكرنا موضوع الدول العربية بالضبط، في كتير بالرأي العام العربي انقسام حول مواقف الدول العربية من حرب غزة، ولكن أكثر شيء بالفترة الأخيرة خصوصا بعد الرد الإيراني كان في انقسام كبير على الموقف الأردني، وأبعد كان في تهديدات للأردن من بعض رموز أو من بعض السياسيين في دول المحور أنه ستصبحين هدفاً مباشراً لإيران. برأيك هل ممكن الأمور توصل إلى حد استهداف الأردن؟ كلام بلا طعمه. أنا بقول لك شغلي مدام ميراي، وأنا بشكرك على أسئلتك الذكية والعميقة، وأنا كتير بحب لما بكون مع صحافي وهالقد محضر، لأنه أنا هيك بشتغل، بحضر ملفي وبدرسه وبسأل أسئلة الصح بلحظتها، فبشكرك على الأسئلة اللي بتسعدني أنه جاوب عليها فعلاً. يعني الأردن هو هدف إذا بدك دائم لإسرائيل تاريخياً. يعني إذا بنقرأ كتاب نتنياهو مكان بين الأمم، هو ما بيعتبر الأردن بلد مستقل، هو بيعتبره، هو يسميه الوطن البديل. والهدف الأعمق عند الإسرائيلي، الهدف السياسي والأمني والديني، إنه أهل الضفة الغربية لازم يرجعوا على الضفة الشرقية، يعني على الأردن. وفي شغل جد كان بهذا الاتجاه. طيب الهدف الإسرائيلي بهذا المعنى أنه نحن خلينا نشيل جزء من الفلسطينيين الأساسيين إلى الأردن والجزء الثاني إلى مصر. تبين بعد 7 أكتوبر أنه الموقف الأردني والمصري كان حاسمين وجازمين بمنع دخول أي فلسطيني مهجر من غزة أو من الضفة لعندهم. إذا بتروحي على الأردن، الأردن الثقل الفلسطيني كتير كبير فيه، يعني غير العددي حتى التجاري، وإذا بدك المصارف الكبرى، الشركات الكبرى، التعاون. يعني ما عم تحكي ببلد طارد للفلسطيني، بالعكس أنه الفلسطيني يعيش في الأردن بإمكانيات اقتصادية أعلى من الإمكانيات الأخرى بأي دولة في العالم، وهن من المؤسسين أساسيين. طيب شو اللي حصل بالفترة الأخيرة؟ الأردن قلق على وضعه الداخلي، لأنه أي اهتزاز جدي بمسألة الضفة الغربية ستؤثر عليه. وما ننسى أنه الأردن هو لما عمل فض الاشتباك أو فض العلاقة قبل سنوات كان بسبب هذا القلق، والقلق موجود من الإسرائيلي. هلأ بتقليلي بتجي دول المحور، لأنه الأردن يعني أنا ما عندي كتير المعلومات هل تصدى لإسقاط الصواريخ ولا لا، رح تروح تضرب الأردن، بيكون هذا خيال ساذج. يعني أنت تخيل أنه الإيراني بده يقصف الأردن مثلا، أنه في حدا في عاقل يفكر بهذا الأمر أنه بيقصف الأردن بعد دقيقة تقطع كل العلاقات العربية معه، كل الإنجاز اللي عمله. والإيراني هي مشكلة أنه بعض، يعني أنا رح أحكيها مثل ما هي، بعض الدائرين بالفلك الإيراني أو حلفاء إيران بيفكروا أنه إيران بتفكر مثله.
يعني بيفكروا انه ايران هيك تستعجل الامور وهي عاطفيه وعفويه وحماسيه وعنتريه ودغري بتطلع وبتصير. الايراني تميز كل تاريخه بانه بيحسب، هو مشان هيك بيشتهر بفكره السجاد العجمي قد ايه بتاخذ وقت، بيحسب ويرى مصلحته اين هي ويقيس الامور بدقه ثم يتخذ قرارا، ما بياخذ قرار متسرع. الايراني يعرف تماما انه اي ضرب مباشر منه لأي دولة عربية مباشر معناتها في قطيعة من كل الدول العربية معه، بعد أنه فتح علاقته يعني. بس خليني أقول لك سؤال ميري، بعد ما فتح العلاقة مع السعودي، علاقته مع الإماراتي حتى بعد التطبيع الإماراتي ازدادت بنسبة عالية، تجارة وغيره. عندك بالإمارات 500,000 إيراني، عم نحكي عن استثمارات قد تصل إلى 400 مليار دولار عمليا، مش لعبة هذه المبالغ. طيب بالمقابل عمل علاقة قوية مع السعودي، عمل المصالحة، العلاقة قوية مع الإماراتي، علاقته التاريخية مع قطر هما يتشاركان حقل، أكبر حقل للغاز في العالم إن لم يكن الأكبر فهو ثاني حقل للغاز، علاقته بسلطنة عمان التاريخية والفكرية وحتى إلى جانب معين الدينية بمحل معين قوية، وهلأ حسن علاقته إلى درجة كبرى مع مصر. هل في ساذج يعتقد أنه الإيراني رح يضرب الطيران أو رح يضرب الأردن؟ هي واحد. الأمر الثاني، الأردن عنده هو بالنسبة له مبرر من وجهة نظر سيادية أنه أنا ما بسمح أنه يمرق صواريخ فوق، لأنه هي رح تعمل لي حرب مع إسرائيل إذا أنا سمحت. هلأ السؤال أنه ولكن الإيراني اللي وصفته بأنه هالقد استراتيجي، هالقد دقيق، هالقد يفكر، أيضا الإيراني من الأذكى والأكثر دهاء بتحريك أطراف من الداخل وبدعم أطراف من الداخل. هل ممكن يروح على الخيار؟ أنا الدول اللي بتتحرك فيها أطراف من الداخل بصير بفكر بالدول ومسؤوليتها أكثر من اللي عم بيحرك. يعني نحن عنا بلبنان مثلا دائما بيقولوا لك والله في دول تانية عم بتحرك أطراف بالداخل، إيه أنت ليه سامح تحرك الأطراف؟ أنا ما بتصور في الداخل الأردني في أطراف هشة تتحرك كما تتحرك في دول أخرى، يعني ما ثبت هالشي. يعني المرة الوحيدة بتاريخ الأردن، المرة الوحيدة اللي شفنا فيها هزة كبرى هي لما صار الاشتباك الفلسطيني الأردني، وقتها الأردني حصل على دعم هائل واستطاع أن يضع حد لهذا الاشتباك. وإذا بترجع إلى محاضر الجلسات بين عبد الناصر القائد العربي جمال عبد الناصر المصري وبين الملك الأردن، بتشوفي شو انحكى بيناتهم لما بيقلوا عبد الناصر بدك تصبر، أيوب من عندكم أصلا ولازم تصبر صبر أيوب، فقال له أنا صبرت وكذا، وبالنهاية فات بحرب مع المرة الثانية اللي كاد شكوك أنه في شيء عم يحصل داخل الأردن هو من سنوات لما قالوا في محاولة الانقلاب على الملك، وبعدين أخمدت بلحظتها. الخطر الأكبر كان لما اهتز العراق، لما الأردن وقف إلى جانب صدام حسين بلحظة معينة، وكان وقتها يقال أنه الأردن خلص رح ينتهي. أنا بتصور الأردن ليس فقط دولة، الأردن دولة ودور، ومن الصعب التفكير أنك تجي تفكفك الأردن على سيرة الدور وعلى سيرة غياب الدور اللبناني والأزمات الكبرى. دايماً بنحكي باليوم التالي لغزة، ولكن قليلاً ما بنسمع حديث عن اليوم التالي لجنوب لبنان. برأيك كيف رح تنتهي الأمور؟ هل إسرائيل رح تبقى قبلانة بوحش يهدد، باعتقادة طبعاً، وحش يهدد سكان شمالها؟ شوفي، عنا ثلاث احتمالات لجنوب لبنان. إذا بقى نحكي بالواقعية، شو بدك بالعنتريات اللي بتصير عند الأطراف والمحاول؟ عندك الاحتمال الأول يصير حرب كبرى. الحرب الكبرى من يعرف كيف تنتهي؟ لا الإسرائيلي قادر يعرف كيف تنتهي، ولا حزب الله قادر يعرف كيف تنتهي. يعني نحن بكل هاي المرحلة اللي شفناها بالسبعة أشهر الماضية كان في رسائل وإذا بدك تحذيرات واستخدام ومراقبة الطرف الآخر شو عنده إمكانيات. يعني لما الإيراني أطلق، عم نحكي 331 طائرة مسيرة، كان كمان عم يرصد انه الاخر كيف بيسقط له المسيرات باي طريقة، شو اللي بده يستخدم. لا الايراني استخدم سلاحه ولا حزب الله استخدم سلاحه لحد هلا. اذا بدك تقولي والله انا بدي اجي اقول انه حزب الله يستطيع ان ينتصر على اسرائيل وعلى كل دول الاطلسي اذا بقي لوحده، حتى اذا تدخلت ايران، كمان بيكون انسان واهم.
وإذا قلتي أنه دول الأطلسي وإسرائيل تنتصر على حزب الله وعلى إيران كمان رح يكون واهم، لأنه نحن ما عدنا نعرف شو في قدرات عسكرية عند كل هذه الأطراف إلا النووي، وما بتصور إسرائيل رح تجي تستخدم نووي بهيك حرب. الحروب البرية كلها ما ربحتها إسرائيل، يعني عمليا الحروب البرية بتفشل فيها لأنه ما عندها قدرات برية ولا عندها التزام الجندي الإسرائيلي ولا إيديولوجية جدية عم تدفشه باتجاه أنه يربح، أنه هو يستشهد كما يقال يقتل بالنسبة لإلوه اللي يستشهد يقتل في الحرب. هون الإيديولوجيا كتير قوية عند حزب الله وجماعته، هي واحد. الأمر الثاني، فأنت بدك تحكي بحرب، الحرب لحد الآن ما حد عنده قدرة الحسم فيها، أنه مين بيعرف كيف بلكي ما انحسمت الحرب. طب إذا صارت حرب يبدأ تروح على الآخر، إذا نحن رايحين إلى دمار هائل عندنا وعند إسرائيل ولا أحد يستطيع أن يتحمل ذلك للحزب ولا إسرائيل. أو الاحتمال الثاني أنك تروحي لمفاوضات، مفاوضات بباكتش كامل في المنطقة ويكون جزء منها الحدود البرية الإسرائيلية أو الفلسطينية اللبنانية. هذا الاحتمال قائم ويتقدم ويتقدم كثيرا، وهلأ في تحت الطاولة أكثر ما في فوق الطاولة، وبتصور رئيس بري عنده كثير من التفاصيل حول هذا الموضوع. نحن عم نحكي عن مسعى هوكشتاين والمسعى الأمريكي بالضبط، وهلأ بنحكي إذا بدك عنه. عندك الاحتمال الثالث أنه هو نضل بستاتيكو. ستاتيكو ما عاد يحتمل لعدة أسباب. أول شيء بدك توصل ترجعي أهل الشمال الإسرائيلي يرجعوا لمناطقهم إذا بدك تسوي مع حزب الله. عندك الأمر الثاني هي الاكتشافات الغاز الموجودة واللي هي جدية، رغم أنه كل ما حصل بعدنا ما عنا ولا تأكيد قديش فيه، وما عنا ولا أي تأكيد أنه ما فيه. عنا التأكيد الوحيد أنه إسرائيل عم تستخرج بالمنطقة المحاذية لنا، إذن حكما المفترض أنه موجود. عندك الأمر الثالث أنه أنت إذا بدك تهدي الجبهة عمليا لسنوات مقبلة، حزب الله هو شريك بالتسوية التي تحصل. هلأ شو اللي حاصل؟ وبتصور أنه بينما اللبنانيون غارقون بمشاكلهم الداخلية وبالزواريب الداخلية، اللي عم يحصل هو التالي. هلأ الفرنسي مقدم مشروع، والإسرائيلي وصل له هوكشتاين مجموعة من الأسئلة، والمفترض أن الإسرائيلي يرد على هاي الأسئلة، والأمريكي إلى حد بعيد هو فايت بهذا المشروع، مش رافضه أنه يصير فيه جس نبض من كل الجهات ويكون هو سيد اللعبة، والفرنسي يتحرك في الهامش الأمريكي لحد معين. هل برأيك بالصدفة أنه بيروح هوكشتاين من بيروت على أمريكا وبعدين بيروح على إسرائيل، بيرجع الرئيس الفرنسي بيدعي الرئيس ميقاتي وبيدعي قائد الجيش، بيرجع هوكشتاين بيجي عند الرئيس بري، بترجع بتحرك بنفس اللحظة اللجنة الخماسية بدنا نحرك الوضع السياسي اللبناني. من سيعتقد انه نحن عم نتحرك بالوضع السياسي الداخلي اللبناني بلا ما يكون تحت الطاولة في مفاوضات في مكان ما لتسوية حدودية بين لبنان وبين فلسطين؟ هلأ وين شرط التسوية اللي هو طارحه المحور؟ انه نحن ما منفوت بأي تسوية ولا أي تفاوض إلا ما تنتهي حرب غزة. حرب غزة ستنتهي عاجلا أم أجل، قد بدها تستمر طبعا، ولكن بأي ثمن؟ يعني الشرط واضح ولكن الثمن مش واضح، بالنسبة للداخل اللبناني، يعني بالنسبة لحزب الله، بالنسبة للداخل اللبناني اللي هيدا شيء يثير قلق عمليا باقي الأطراف السياسية بلبنان. أي ثمن؟ أوكي، والسؤال كمان مهم جدا. يعني خلينا نشوف الأثمان اللي كانت تدفع لأطراف تشبه حزب الله. يعني خلي بأفغانستان، صار في حرب سوفيتية وصار في حرب أمريكية وصار في احتلال وصار في كذا سنوات، بعد السنوات فلوا الأمريكان بطريقة كانت كتير مزلة وبشعة وتركوا طالبان ترجع تستلم الدولة. بالعراق واحدة من التسويات الحاصلة الكبرى حصلت، خلينا نكون واضحين، مع الشيعة بالعراق مش مع حدا غيره. لما صار في مسألة داعش إلى حد معين صار في تفاهم إيراني أمريكي على أرض العراق عملياً. لما بتاخدي موضوع الحوثيين واليمن والسعودية، الإيراني هو شريك جدي بالتفاوض في هذه المسألة، رغم أنه الحوثي تاريخياً معروف أنه مش كتير بيلتزم يعني بقرارات أكبر منه، ولكن في تفاوض عم يحصل. بلبنان نحن بدنا نفكر بالأكبر شوي. شو الخلاص الأكبر؟ هو أنه الدول الكبرى عمليا تؤمن غطاء لتسوية داخلية تمتد في المنطقة من حدود الجولان مرورا بفلسطين وصولا إلى لبنان. هلأ الفرنسي كلنا بنعرف أنه فاتح أوتوسترادات مع حزب الله، يعني مش أنه والله اتصال عابر، لا، وجابوا إذا بدك مشاريع طرحت للحل،
الأمريكي أرسل عدة رسائل لحزب الله في الأونة الأخيرة. خليني بس أرجع أطلع معك شوي بطريقة سريعة على المفاوضات الكبرى. يعني نحن عم نحكي عن باكج ديل فيه هذه المنطقة كل الأطراف اللي سميتها وفيه مفاوضات أساسية بين إيران وأمريكا بطبيعة الحال لأنهم طرفين الأقوى. اليوم إيران تعيد الحديث بالنووي وكان بالزمانات في ملحق متعلق بالمسيرات ومتعلق بالصواريخ إلى جانب الاتفاق النووي. برأيك هل يكون تكون صواريخ حزب الله ومسيراته من ضمن هذا الاتفاق؟ بدك تشوفي شو حدود الاتفاق. يعني خلينا نكون واقعيين، إيران تعتبر حزب الله أحد أهم أسلحتها الخارجية عملياً. يعني ما في حليف لإيران أقوى عسكرياً وأقوى سياسياً من حزب الله. وخلينا كمان نقول مسألة بواقعية أكثر، حزب الله في كتير قرارات هو يتخذها وإيران توافق عليه وليس العكس. يعني أنا إذا بدي أطلع شوي من الوهم أنه والله إيران بتقوله لحزب الله عمل كذا وبيعمل، مش كتير دقيق هالكلام. مرات حزب الله يتخذ قرارات بالموضوع السوري، بموضوع اليمن، في مكان معين كانت اللقاءات تصير عند الأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، موضوع العراقي الأطراف العراقية كانت تأتي لعنده عمليا. الإيراني موسع الهامش لحزب الله وتحديدا لأمين عام حزب الله بكل هاي الاتصالات، جمع الفصائل الفلسطينية من أقصى الإخوان المسلمين اللي هن شو اسمه حركة حماس، مرورا بالجهاد وصولا إلى الحركات اليسارية اللي هي كانت على تناقض فكري وإيديولوجي مع إيران ومع حزب الله وغيره، كمان جمعوهم من عدة سنوات. وحسب ما تسرب أنا ذاك أنه صار في تمويل لكل هذه الفصائل وفي دعم لكل هذه الفصائل. فهيدي كانت عم بتصير الاجتماعات بلبنان عمليا، ما كانت عم بتصير بطهران خلافا لما يعتقد الناس. لذلك أنا أقول أنه بدك تشوفي حدود التسوية. إذا حدود تسوية كبرى بمعنى أنه بيصير في تسوية حدودية برية، الحزب يبتعد عن الحدود والإسرائيلي يبتعد عن الحدود، لأنه أنت ما بقى فيك اليوم تجي تطبق بالنسبة لحزب الله القرار 1701 طبعا. هو بيعتبر أنه هذا القرار كان مجحفا بالنسبة له، فرض شروط على لبنان ما فرضها على إسرائيل. إذن هلأ بدك تروحي لقرار جديد، إذا بدنا نروح بدها تبتعد هذه الأطراف عن الحدود. الحل الأكبر إذا صار في تسوية كبرى بالمنطقة وإجت إسرائيل قالت نحن أوكي رح ننسحب من مزارع شبعة ونحن بنعمل تسوية برية مثل ما عملنا التسوية البحرية، بيصير مبرر وجود السلاح هو عبء وليس إذا بدك يعني وليس فضيلة بالنسبة أو مركز قوة بالنسبة لا للحزب ولا لغيره. طب شو التسوية اللبنانية اللي بدها تركب هون؟ هذا السؤال اليوم مطروح مراي، وهذا اللي عم بيعمل قلق كبير بلبنان. أنا عم حاول وسع البكار معك شوي لنطلع شوي من الزوايا. يعني وين القلق الموجود؟ إذا بتاخذ الأطراف المسيحية الأساسية اللي عندها تيارات كبرى نيابية وصولا إلى غبطة البطرك، هذه الأطراف تقول طب إذا بتفكروا بإعادة إنتاج نظام لبناني يمكن هلأ في قلق أنه الدور الشيعي يكون أكبر بالتسوية المقبلة أو بالنظام اللبناني المقبل. هو عمليا الدور الشيعي بدأ، يعني عمليا ما يسمى بالشيعية السياسية يمكن القول أنه بدأ أساسا أكيد. لذلك أنا بشوف مثلا اليوم أنه سمير جعجع معترض رئيس القوات اللبنانية على حزب الله، هو خطه غير خط حزب الله، هو مواجه لحزب الله مش هيك؟ بس أنا كمان مرات بصير بفكر ميري إنه بكرة الأمريكي لما بيجي بده يعمل تسوية كبرى بيجي بيعملها مع سمير جعجع ولا بيعملها مع حزب الله؟ مع الأقوى. أنا برأيي حيعملها مع حزب الله. هون بدك تشوفي من سيكون رئيس الجمهورية. يعني هل الواحد بيقدر يفكر اليوم إنه رئيس الجمهورية سيكون معادي لحزب الله؟ بيكون تفكيره يعني ضئيل جدا. هل ممكن يكون لحزب الله 100%؟ كمان لا، لأنه أنت ما فيك تجي تحكمي بلد رئيسه مختلف عليه من قبل كل الأطراف المسيحية وهو رئيس مسيحي، ومن قبل الدول العربية أيضاً. يعني ومن قبل هلا الدول العربية إلى حد ما بتعمل تسويات. يعني إحنا بنتذكر بالمحطات الرئيسية بلبنان لما كانت تصير الاتفاقات السورية الأمريكية وكانت الأطراف عندنا بالداخل كل واحد يفكر شيء بسوريا، واكتشفوا فيما بعد إنه الرئيس حافظ الأسد عمل تسوية كبرى مع هنري كيسنجر ومع الرئيس نيكسون وعلى أساسها دخل إلى لبنان بغطاء أمريكي عمليا وبغط طرف بمحل معين إسرائيلي، لأنه الأمريكي اتفق مع الإسرائيلي أنه لهذه الأسباب الجيش السوري سيدخل إلى لبنان عمليا. طب الأطراف اللبنانية وين كانت؟ كان الحركة الوطنية بقيادة كمال جملاط
تقول نحن سنمنع هذا الأمر ونريد بعد عنا 24 ساعة 48 ساعة نسيطر على كل لبنان. والتيارات المسيحية اللبنانية الأساسية اللي كانت منضوية بالجبهة اللبنانية عملت تسوية كمان محافظة الأسد. صحيح. عمليا لما دخلوا بلشت تختلف الأراء. طب هلأ إذا بتاخذ التجربة الأخيرة بلبنان، يعني التيارات اللي كانت منضوية تحت اللواء السوري واللي استفادت منها واللي صار عندها وزراء وقوانين انتخابية لصالحها بإذلال سوري لإلهم، هي الأطراف اللي استفادت منه بعدين انقلبت على سوريا عمليا. فأنت عندك بالبلد بالداخل، خلينا نكون واقعيين، ما في مبادئ عند الأطراف السياسية التي حكمت في هذا البلد. والدول العربية كانت تدخل بالتسويات مع السوري وهي مدركة تماما أنه السوري سيكون دوره بلبنان هو الأول وليس لبنان السيد المستقل وكذا. يعني أنت تقول، يعني خليني أعطيكي مثل سريع ملي، اسمحي لي أن أقطعك، عذرا أقطعتك. بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الرئيس الشهيد، طب ما قامت القيامة أنه سوريا اغتالت رفيق الحريري. طب مش السعودية التي أقنعت الرئيس سعد الحريري أنه يطلع عند الرئيس الأسد وينام عنده وإجا تاني نهار عمليا؟ ما هيك صار. طيب طلعت ثورة 2005 بلبنان ونحن طلعنا الجيش السوري وإلى ذلك بالنهاية، وطلع وليد جملاط وعمل تصريح منتذكر دي كان قاسي يا أفعى ويا قردا ويا ما بعرف شو لبشار الأسد. فيما بعد رجعت صارت تسوية، وهيدي التسوية ما كانت لتتم بلا دور تقارب عربي مع سوريا غير التقارب الغربي اللي حصل. اليوم الحزب هو بديل سوريا. ما تراهني اليوم انه والله في دول متشددة وما بتقبل من بل لما تكون مصلحتها بمحل ستذهب باتجاه المصالح. اليوم الحزب هو بديل سوريا بهذه المقاربة، وبالتالي الأفضل بنظرك للأقاليات، للمسيحيين، للأطراف الأخرى، نحن كمان عنا مكون سني يعني غائب عن الساحة السياسية، أنه يتفقوا مع حزب الله؟ برأيي أنا الأفضل، الأفضل أنه نبني دولة لا تتفق مع حزاب ولا تتفق مع الزعامات ولا تتفق مع قيادات. الأفضل أنه هالشعب اللبناني يحس على دمه يوما واحد، ونصير نحن نختار لهذه الدولة من يستحق أن يكون في المكان المناسب. هيدي التسويات اليوم تعمل تسوية مع حزب الله اللي هي عم تفرض نفسها شئنا ما بينا، لأنه هو الطرف اللي رح تتفاوض معه الدول الكبرى، هو الطرف الأقوى عمليا على الأرض، هو الطرف الذي إن حصل التسوية بين لبنان وبين عدو لبنان إسرائيل بلا حزب الله لا يمكن أن تحصل التسوية، مثل ما شفنا بالاتفاق البحري. أوكي في واقع جديد، بس ما هذا الواقع تبدل تاريخيا كمان محطات رئيسة. يعني إحنا ما ننسى أنه بلحظة معينة كانوا الدروز أساسيين بالبلد، ثم صاروا الموارنة أساسيين، ثم الدروز والموارنة أساسيين، ثم أجت السنية السياسية كانت أساسية بالبلد. يعني أنا بعطيك سر وما بعرف إذا حكيته قبل بمرة، حين جئنا مع الرئيس جاك شيراك بال 1996 لما جاء وزار سوريا، وأنا كنت من الوفد الصحفيين الذين جئنا مع الرئيس، جئنا إلى لبنان وسوريا والأردن وهو كمل على إسرائيل، كنا مجموعة صحفيين ما رحنا معه على إسرائيل. طيب ماذا قال لحافظ الأسد جاك شيراك بالحرف الواحد، وأنا قرأت محضر الجلسة الكامل، يعني قال له نحن تعاوننا مع الموارنة تاريخيا ولكن عمليا خذلنا من السياسة المارونية في لبنان. أقول لك حرفيا سؤال شيراك، ولذلك اليوم حليفنا الأساسي والذي يجب أن نتعاون معه، أنا أتمنى عليك يا سيادة الرئيس عم بيقول له الحافظ الأسد تعاون معه ورعايته، هو الرئيس رفيق الحريري، على اعتبار أنه الرئيس رفيق الحريري الزعيم السني اللي صار مش بس بلبنان حتى بالمنطقة، صار له دور أكبر في لبنان، وآخر همه كان وقتها الرئيس جاك شيراك أنه المسيحيين شو بيصير فيهم. هون المصلحة تخطت المبدأ التاريخي أنه فرنسا هي الأم الحنون وهي حامية المسيحيين. لا، اليوم يتكرر المشهد، هذا واحد أساسي. اليوم شو عم بيصير؟ يعني اليوم الفرنسي لما إجا الرئيس ماكرون وعمل قائد الثورة بلبنان مش هيك، وصار إنه هيدا النظام كله بده يسقط وهو الزعامات كلهم أنا ما بقى بدي أشوفهم وأنتوا يا شباب لازم تعملوا كذا وكذا، بعد شوي بلش يتراجع يتراجع يتراجع، بعدين عادي صار يتحالف معهم عمليا، صار ينسق مع نفس الزعامات اللي كان هو يأمل بأنه يطاح بها. الفرنسا علاقتها بحزب الله اليوم قوية جدا، قلت لك الرسائل الأمريكية لحزب الله كمان كبرى كانت رغم كل اللي صار. طيب كمان مش بالصدفة نكتشف
ومعليش أنا بحكي هالكلام لأنه ما عندي حسابات شخصية، يعني خلي الناس تعرف شو اللي صاير. مش بالصدفة أنه نكتشف أنه بعشرة أيام، بعشرة جانفيه يعني كانون الثاني، بعشرة كانون الثاني يعني بعد تقريبا شهر على بداية الحرب بغزة، في صار تفاوض إيراني أمريكي بعمان، وكشفت عنه الواشنطن بوست ونيويورك تايمز قبل فترة. الدول انتبهي ميراي، نحن هي مشكلتنا بلبنان، دول تتفاوض على مصالحها، أوكي؟ نحن بلبنان نخدم مصالح كل الدول ونغتال مصالح بلدنا كلبنانيين، لأنه السياسيين هيك بيعملوا. نحن بتاريخ لبنان كله، وأنا عملت دراسة على كل الرؤساء، لم ننتخب رئيسا من الداخل، وأنا سميته مع الأسف الرئيس اللبناني صار مثل البراد الصيني، يصنع في الخارج ويجمع في لبنان تاريخيا، ولا مرة كان قرار سيادي لبناني داخلي بكل القرارات الكبرى حتى بالحكومات وتعيين الحكومات. طيب أنت لما بتكوني بيدق بأيادي الدول هي ستبحث وين مصلحتها. هل مصلحة اليوم الأمريكي رغم المحبة والتقارب والتحالف والإيديولوجيا وكذا التي تجمع بالقوات اللبنانية سيذهب بالتسويات إلى القوات اللبنانية؟ أنا برأيي لا. الموضوع الداخلي يمكن إن شاء الله بنقدر نعمل عنه حلقات لاحقة كثيرة، ولكن لأنهي وكرمال ما نكون غيبنا هذا الموضوع، حكينا عن المشرق العربي، حكينا عن سوريا، حكينا عن العراق، حكينا عن الخليج العربي، ولكن دايما نتناسى عن المغرب العربي تحديدا الجزائر. اليوم الجزائر تعتبر من الدول التي أمامها دور كبير لتلعبه وغيره، أين الجزائر من كل هذه الصورة؟ برافو على سؤالك وشكرا لك، لأنه نحن أهل المشرق للأسف الشديد ميراي إما نتجاهل أو نجهل المغرب العربي. المغرب العربي نص العرب عمليا، والمغرب العربي مهتم بقضايا العرب أكثر من أي عربي في العالم. يعني أنت هلأ بتصير حرب فلسطين، روحي على الجزائر، روحي على المغرب، المغرب اللي عنده علاقات تطبيع مع إسرائيل، روحي شوفي الشعب كيف بيتصرف، القرارات الرئيسية، روحي على موريتانيا اللي جرفوا السفارة الإسرائيلية عن بكرة أبيها، روحي على تونس، روحي على ليبيا رغم كل الحروب اللي صارت. الجزائر أنا بعرفها ومثل ما بعرف المملكة المغربية وكل هاي الدول لأنه رحت عليها عشرات السنوات. الجزائر الآن واحدة من المشاريع الرئيسة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هي مساعدة لبنان، وعنده قرار مركزي أنه نحن يجب أن نقف إلى جانب لبنان رغم كل قضية سوناتراك اللي حصلت، قضية النفط، واللي هن الجزائريين كدولة ما لهم علاقة فيها، ولا سوناتراك إلى علاقة فيها، هي مجموعة مافيات اشتغلوا داخل البحر بشركات تعمل مع شركات أخرى. رغم ذلك حيدوا موضوع سوناتراك اللي هو موضوع كرامة وطنية. الجزائري ممكن يحكي له البدك إياه إلا موضوع واحد بالنسبة له الذي يسميه النيف وهو من الأنفة. يعني الجزائري بيقول لك كل شيء ولا النيف، كل شيء ولا الكرامة الوطنية، اعتبروا موضوع سوناتراك موضوع كرامة وطنية. طيب رغم هيك الرئيس الجزائري أرسل سفيرين، السفير الموجود عندنا بلبنان اللي هو أولا سفير فاعل جدا على المستوى السياسي وأيضا خبير جدا بالاقتصاد، وأرسل السفير بوشامة إلى سوريا بنفس الفترة سفيران في لبنان وسوريا. شو الهدف؟ الهدف أنه الجزائري يقول نحن يجب أن نعيد إطلاق مشروع عربي انطلاقا من تعاوننا مع دول مركزية من لبنان وغيرها. الجزائر بالموضوع اللبناني، وهذا ربما قليل من اللبنانيين يعرفونه، تاريخيا ساعدت لبنان بكل شيء، ولا مرة طلبت من لبنان أي شيء، ما في ولا طلب جزائري واحد بتاريخ العلاقة اللبنانية الجزائرية. أنا كنت بالجزائر مؤخرا، كان موضوع الطيران، وأنا كنت من الناس اللي وصلنا للرئيس تبون أنه لا يجوز أنه نحن بس نجي من بيروت للجزائر، يا بدي أمرق بفرنسا أو بدي أمرق بتركيا، ونحن محبون للجزائر. الرئيس الجزائري، نحن غادرنا الجزائر بعد أسبوع، بعد أقل من أسبوعين كان رجع الخطوط الطيران، مجرد ما عرف أنه وين المشكلة حلها عمليا. كانت المشكلة عندنا هون بالطيران. طب أي نوع من المشروع؟ عندك موضوع النفط، عندك موضوع المساعدة للجيش اللبناني. أنا أعرف أنه الجزائريين عرضوا، وكان وقتها لافت أنه لما خرج السفير الفرنسي من عند قائد الجيش دخل عنده السفير الجزائري فورا وعرضوا مساعدة للجيش اللبناني. أي نوع عرضين مساعدة عسكري؟
وانتبهي مجانا، حرام نحن عم ناخذ مساعدات غذائيه مؤخرا للجيش. ايه ومجانا، هن ما بدهم ولا عندهم ولا اي شرط الجزائريين. عندك مشروع تاني هي مواد البناء وتجهيزات البناء اللي هن الجزائريين ضالعين فيها، لانه بالجزائر لما بيصير الشاب قابل للزواج فالدوله بتعطيه بيت وبتعطي ضمان صحي وبتعطي يعني ما يعني الفكره اللي بيطلع على البعض انه الجزائر بلد غني جدا، بتحكي بملايين الدولارات بس بالنفط يوميا والغاز. فهن عرضوا مشاريع تعاونيه مع لبنان. لما صار عندنا نحن مساله المرفأ ومساله شو صار عندنا مشكله ثانيه كانت الطائرات الاولى التي تصل الى لبنان، بس ما حدا بيحكي عنها لانه هن ما بيحبوا يحكوا عن حالهم الجزائريين. ولكن هذا المشروع، يعني أنت تطرح مشروع سياسي، الجزائر تطرح نوع من المشروع السياسي بالوقت اللي دول عربية أخرى منا مشاركة في هذا المشروع، يمكن تولد هذا الشيء نوع من التوتر العربي. ممكن يعني هل مقبول، مش بس دول العربية انتبه، هل مقبول إنه الجزائر يكون لها دور أكبر بلبنان على المستوى السياسي إذا كانت عم تساعد اقتصادياً وكذا، رغم إنه هي مش عم تشترط دور سياسي مقابل مساعدات الاقتصادية، هي تساعد مجاناً لأنه هيك بيفكروا الجزائري. بس عم تسألي سؤالك معك حق، يعني هل خلينا نروح أبعد، هل الفرنسي سيقبل بأن يكبر الدور الجزائري بلبنان؟ لأنه إذا كبر الدور الجزائري بلبنان رح يكون على حساب الدور الفرنسي، هيدي كتير أساسية. عندك دول الآن الجزائر في خلاف بينها وبينها، دول الخليج تحديدا الإمارات مثلا. الآن في مشكلة كبيرة بين الإمارات وبين الجزائر. عندك لما صار القمة العربية بالجزائر صار في مقاطعة من عدد من الدول العربية وهني كمان ردوا بمقاطعة. بس نحن ما ننسى أنه الجزائريين بكل الحروب العربية الإسرائيلية كانوا موجودين هنا رغم أنه قديش بعاد. الشعب الجزائري أنا بتمنى تروحوا لعنده أنتو كويب سايت كمؤسسة إعلامية، لأنه الشعب الجزائري رح تتفاجئي بمدى محبته للبناني المجانية. على فكرة بيشاهدونا كتير على القناة من الجزائر. لا ولما تروحي لعندهم أصلا ستغرمين بمحبة الشعب فينا، واحد. وتاني شيء مثل ما قلت لك هذه قد تكون من الدول النادرة التي قدمت مساعدات تاريخيا للبنان. بتعرفي قديش في طلاب علمون تاريخيا، قديش بعتوا مساعدات على لبنان، قديش وقفوا بالموقف السياسي لجانب لبنان، ولا مرة طلبوا منا شرط. الجزائري لم يطلب من لبنان ولا مرة شرطا واحدا. فلذلك أنا بقول ومن خلالك أنه نحن كلبنانيين لازم ننفتح أكثر على دول المغرب. يعني لا يجوز مثلا أنه على المستوى الزراعي، طب الجزائر بلد شاسع بالخيرات الزراعية والمياه والأراضي الخصبة، شو في عنا تعاون نحن بيننا وبينهم؟ أنا كنت عم بحكي مع صديقنا واللي هو أنا بنوه فيه وبهنيه الأستاذ عباس وزير الزراعة، العباس حسن. الأستاذ عباس الحاج حسن يعني عم بيروح بهالاتجاه إنه إحنا نطور علاقاتنا أيضا الزراعية مع دول المغرب، لأنه عنا إمكانيات كبرى نحن وياهم لنعمل شيء جدي على هذا المستوى. على صعيد هذه الإمكانيات يلي موجودة وعلى صعيد الاحتمالات يلي موجودة بالنسبة للبنان، هل ترى إنه في إرادة لقيام لبنان بالسنوات المقبلة داخلية وخارجية؟ شوفي مراي، إن لم يقم اللبنانيون بإعادة بناء دولتهم دول تاني، انت مثل ما بتعاملي نفسك بيعاملوكي. انت اذا كنت لا سمح الله، خلينا نحكي عن شخص تاني، اذا كان شخص حقير وذهب لعند سيد رح يعاملوا كحقير. انت وين بتحطي نفسك هني رح يحطوكي. طالما ما عندنا نحن اراده داخليه لبنانيه فقط لنجتمع ونختار رئيسا اليوم ونرجع نعيد بناء المؤسسات، ليش هيدي الدول بدها تعاملك انك انت سيده؟ تجي بتقلك انه انا خليني اشوف مين هي الاطراف بالداخل اللبناني اللي فيه اعمل معي تسوية. بعمل الامر الثاني وخلينا نتذكر السنوات اللي مضت ليش كانوا يسلموا لبنان لسوريا؟ لانه ولا مره كان اللبناني يستطيع ان يتفق مع اللبناني الاخر ليبنوا دوله، وكل طرف بلبنان كان محسوب على دوله خارجيه. هلا في عندنا فرصه تاريخيه وقد لا تتكرر انه امام الاشتباك الدولي اللي حاصل عمليا، انت فيكي كلبناني تعملي اتفاق داخلي وتعملي مشروع نهضوي للبلد ويكون هالشعب والنخب بهذا الشعب يتحركوا بهالاتجاه وترجعي تعيدي بناء الدولة. لانه
النظام اللبناني إذا كمان بقي كان من دولة بيظل الأصوات التقسيمية والتوترات الداخلية. هي أصوات عابرة بتصير بكل الأزمات مرعي. نحن بلدنا، أنا سافرت برمت العالم وصرت عامل كذا كتاب عن رحلاتي عبر العالم. بلدنا من أجمل دول العالم، وبلدنا في خيرات هائلة، وبلدنا في كفاءات فردية هائلة، وبلدنا إن كان بتفكري بالزراعة من أجمل الدول ممكن تعمل فيها إنتاج زراعي، إن كان بالخدمات. أنا برمت العالم ما في أجمل من الخدمات عنا. الشعب اللبناني شعب محب للحياة، والشعب اللبناني بس أعطيه شوية فرص بتشوفي ممكن يعمل العجائب بالبلد. ليش في ناس تنحى باتجاه أنه أنا بدي أعمل دولة لوحدي وأنا بدي؟ لأنه ما في عنا مشروع وحدوي، وما عنا ناس عم يعطوا مثال لقيادة. خذي مثلا زيوريخ بسويسرا. زيوريخ اللي كانت تعتبر تاريخيا هي مدينة الذباب والضفادع، تخيلي هيك كانوا يسموها، وكان فيها نهر كله ذباب وضفادع. بفضل فرد واحد اللي هو اسمه ألفريد أشير، اجا قال نحن بدنا نعمل، بدل ما عم نستورد المكنات تبع الحرير وصناعة الحرير وكذا، خلينا نحن نصنعه. صاروا يصنعوه، بعدين قال بعد بدل ما نجيب مهندسين من برا نعمل كلية للهندسة. عمل كلية للهندسة، قال طالما عملنا كلية للهندسة هالموظفين نعمل لهم ضمان. صار جابوا ضمان، صاروا كانوا تاريخيا أهل سويسرا يروحوا يقاتلوا مع الملوك بأوروبا ويعطون ذهب، فبدون يخبوا الذهب، يخبوا الذهب تحت الأرض. زيوريخ اليوم تعتبر أغنى مدينة بالعالم، في تحت أرضها أكبر مخزون من الذهب، عندهم أهم شركات للتأمين الصحي في العالم والتأمين بشكل عام. صاروا أخذين هاي الجامعة اللي أسسها، صارت أخذ كذا جائزة نوبل للعلوم الهندسية. أنا بس رحت على زيوريخ وأنا بعتبر حالي بهتم تيابي، يعني برتب حالي، بس ظهرت بالشارع رايح على الأوبرا، رجعت على الأوتيل غيرت تيابي ورجعت. أناقة الناس بالشوارع وبالشكل وبالمظهر كلها بفضل رجل واحد قرر أنه ينهض بهذه المدينة. نحن على أمل، نحن للأمانة إليلي يعني مين عطيني اسم ميراي، وخلينا نكون صريحين نحن عم نحكي كعالمين، عطيني اسم سياسي اليوم قدم مشروع للنهوض بالبلد ويكون مشروع يتخطى المذاهب والطوائف ويعطي كل إنسان فرصة. نحن بعدنا على عمال الأحراج بنعمل بنزل دم. صحيح. ورحت فتحت الباب لنزوح سوري هائل بالبلد، وهلأ أنت عالقة بالمشكلة، ما في حتى وحدة وجهة نظر حول حل المشكلة. فأنا بتأمل آخر، ولكن من زيوريخ ننتهي بركيك بشوية أمل. على أساس دائما يقولون كانوا أنه لبنان سويسرا الشرق. هي طلعت سويسرا الشرق. في ناس بيغلطوا بيقولوا بسبب جماله، اللي هو بلد جميل عندنا، بس هي بسبب السرية المصرفية طبعاً اللي عملوها تاريخيا. وطلعت انه السرية المصرفية ادت الى النهب المصرفي اللي ادى بالناس الى الفقر عمليا. كنا بدنا ننهب شويه امل. انا الامل برايي أسوأ مما وصلناه لما لن نصل أكثر. هلأ عندك احتمالين، احتمال أنه نحن نفوت بمواجهة أكبر مع الإسرائيلي، معناتها في خطر، بس المواجهة بتخلص عادة بتسويات، أو أنه نروح لتسوية كبرى في المنطقة. هلأ شوفي، التحرك الدولي حول لبنان مهم إذا بنعرف نستغله، بس نستغله لصالحنا مش لصالح الدول. يعني اليوم الرئيس ميقاتي موجود بفرنسا، قائد جيش موجود بفرنسا، في مبادرة عم نشغل عليها، وفي أمل أنه نحن بعد فترة إذا ما تطور الوضع إلى الأسوأ بالجنوب، بعد فترة وربما لن تكون بعيدة جدا، رح نشهد شيء متقدم جدا مسألة رئاسة الجمهورية. يعني يمكن صارت على نار حامية رئاسة الجمهورية، في مبادرة أوسع لها بتنشغل بتنطبخ على نار هادئة، اللي هي موضوع الترسيم البري اللي هو مشروط بوقف الحرب على غزة. إذا رحنا بهاي الاتجاهين شئنا أم أبينا، في جزء من المال العربي رح يرجع على لبنان، لأنه حتى كمان المال العربي اللي توظف بدول أوروبية وبدول أمريكية وكذا، إذا بلاقي بيئة أفضل لإله، يعني نحن شو بحاجة للبنان؟ إنك ترجع تعمل ثقة بمصارف جديدة تقوم، قد تكون أجنبية يمكن مش ضروري، وترجع تعيدي ثقة اللبناني شوي بالقطاع المصرفي طبعا. عنده مع أننا كفاءات، نحن البلد قد يكون من أكبر الدول اللي فيها كفاءات، بدل ما يكون هالبلد طارد لهذه الكفاءات بعد هذه الحروب التي حصلت والانهيار اللي حصل. أنا شخصيا بتأمل إن شاء الله يكون على أيامي أنه يرجع لبنان ينهض وينهض أفضل مكان.
We'll be right back.